بنات سارة كيفكم؟ أنا فرحانة كتير، عندي طاقة إيجابية، بتشكركم من كل قلبي إنه وصلنا العشرين ألف سبسكرايبرز، 20,000 مشترك. شو يجي سام؟ إنتو أحلى عالم، أنا كتير فرحانة، عندي طاقة إيجابية، قررنا نعمل بهذا الفيديو شيء بضحك، هتضحكوا معنا وتشاركونا لحظة الانبساط اللي إحنا فيها. بس قبل ما أبدأ بأي شيء، هاي بوس لكم، بتشكركم كثير على كل الدعم، كل مشترك على القناة، وإن شاء الله رح نوصل 50,000 على راس السنة. بلال، تتوقع إني حوصل ل 50,000 على راس السنة؟ طبعاً عشان أنا معاكي. أبوووو اللي واثق من حاله. إن شاء الله حبايبي رح نوصل مع بعض ونوصل ل 50,000 على راس السنة، بتمنى يا رب. وهلا خلينا نبلش البيت. أوه لحظة، اشتراك بالقناة هون، سبسكرايب زر أحمر، اضغطوا عليه، ولايك لايك لهذا الفيديو، رح تفتصوا من الضحك مثل إحنا خلصنا بعض من الضحك. يلا الحين حقولكم شو هاي، اكيد كثير عملوها، اجى دورنا اليوم. بما انه احنا فرحانين قررت اني اعمل بلال تحدي الكف اللي هو باي فيس تشالنج. بلال اضربك كف بس بطريقه اخرى. زي ما شايفين اللعبه هيك، هنحط راسنا هون، هنسال لبعض اسئله عامه هيك غريبه ما بنعرف اجوبتها. طبعا هو حيسالني وانا حساله، واللي بجاوب صح حيحط راسه هيك وحيعمل اكثر بهاي الساعه. كم مره راح يضرب؟ 1 2 3 4 وشي، وحيحط الكريمه على وشه، وهي الكريمه هي كيف تضربنا. مستعدين؟ بلال يسال اول سؤال. اين توجد ساعه بيج بان؟ سهله، لندن. Watch me whip, kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me. بداية موفقة يا سارة. يا بلال، كم دولة عربية عملتها الريال؟ جاهز بلال؟ استنى. طيب يلا فكر. خمسة. أوه تفضل يا حبيب قلبي، بحبك يا خويا. أربع دول يا بلال، كنت قريب. Too close. ماشي، الحين حجرب بلال كم مرة حتعمل. أوكي مرتين. قرب يلا، وانت انت اللي حتلف لحالك. أوه فلتت منها يا بلال، لئيم لئيم فلت منها. بلال ميحة بالعربي. ما هو ما هو أذكى حيوان في العالم؟ خلاص ضحكوا كثير على أخوي بلال أكثر من اللعبة، لأنه ما بيعرف يتكلم عربي. ماما حاولت ماما حاولت ماما حاولت ماما حاولت ما هو أذكى. شكلي أنا ما بعرف أتكلم عربي كمان. بلال ماما حاولت تعلمك عربي لكن انت حتتعبنا كثير. عيد السؤال ما فهمتش. ما هو اذكى حيوان في العالم؟ اذكى حيوان في العالم سهله كثير، الاسد. دلفين. دلفين من متى؟ طيب يلا، مرة عارف ان الدلفين ذكي والله، معني سبحت مع الدلفين. اوكي يلا. يلا يا رب. تريق وين كمان؟ ثلاث مرات قال بلال. ماشي متأكد ولا ثلاث مرات؟ ثلاثة. طيب طيب يا امو. يا قلبي يا قلبي. طيب بحبكم يا حبايب بلال سارة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انتوا بتحبوني وانا بحبكم. بلال كم عدد اسنان البسس؟ شو هذول؟ ايوه اسئله. معلش بلال عصب، قلب على السويدي. يا بلال لازم تكون اسئله صعبه، ولا بدك اسئله سهله عشان تربح؟ لا يا حبيبي. 14. غلط. 40 سن يا عمري، تفضل قدم راسك. 40؟ بشوف اول. بشوف قد هذول، بشوف هذول. يلا 1 2 3 يا مرتين. يلا 1 2 يو. محظوظ يا بلال اليوم. لماذا سموه البحر الميت؟ سهلة ترى، أنا جاوبت صح عشان ما بعيش فيه سمك. ما هي أصغر دولة عربية؟ ما بعرف ولا شيء على العرب. طب حذر، ما لي دخل. صح أنت عايش بالسويد يا بلال، بس أكيد حذر. يلا قطر. غلط. البحرين يا عمري.
انا اللي حجرب. أربعة. طب حلوه يا معلم. هي تجيني لماما. يلا قرب. 1 2 3. لا 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 ماشي. يا غشاش. يا غشاش. دوري دب. حط كمان واحدة. يلا يلا صدقها. من اول استخبر من اول من ركب الخيل. استقر. الله يرضى عليك. ما يعيب عربي. من اول ركب الخيل؟ من اول من ركب الخيل. وشو بعرفني يركب ولا ما يركب؟ شو خلي فيه؟ يلا مين هو؟ طيب مش عارف. حلوة حلوة. طيب انا اجرب. يا ربي. 2 والله 2. ها اثنين. طيب يس. بس كنت خربان. بلال شو عاصمة اندونيسيا؟ مرتاقة. مرتاقة. انت كنت عارفها. تفضل يا بلال. جاكرتا. جاكرتا. يس. 5 والله 5 والله. اي غشاش. خمسة والله 5. لا غشاش. 1 2 3 4 5. من اول من عرف السر؟ شو هذا السؤال؟ وين جبت لي اياه؟ فرنسا، اسبانيا، ايطاليا. غلط. فلسطين. مين؟ مين؟ الرومان. الرومان؟ 4. يا قلبي الوحيد على عشق. يا 1. شو عاصمة بلغاريا؟ بودابست. خطأ. تفضل. صوفيا. 2. محظوظ. ما معنى اسم اسبانيا؟ ايش ما معنى اسم اسبانيا؟ انت مو مجيب الاسئلة هادي صعبة. ماما دي دي نوكسو. يعني ماما سألتك. يا غشاش. ماشي يا ماما. ماشي يا ماما. مش عارفة. اسبانيا. تفضل. 4. مضروبة مضروبة. والله والله مغاوز اللعبة هذه. شيل الغرة يا ولد. اوكي ماشي. الحين دوري يا بلال. طبعا غسلنا الوجه مش هنكفي بالكريمه. بلال السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يلقب بابو جعده؟ from google.se. الذئب. انا جربت. 4. ترن ترن ترن. 1 2 3 4. والله انك غشاش اللعبة هذه. والله انك شوع. مش مزبوط. في حاجة غلط في الموضوع. كم قرب له الاخطبوط؟ هو مش الانسان دايما يعني لكل ما ربنا خلق له قلب واحد في الحياة؟ لا. لا. طب احذر يعني مثلا ممكن؟ اه. البيت؟ لا غلط. 3. ياس تو كلوز. انا برضو؟ اه. ترى زمامي التهب. 5. 5. جاية جاية والله جاية. طيب هذه يعني هنيت 20,000 مشترك ولا شو؟ خلاص اخر سؤال ونختم. اخر سؤال ونختم. اسالنيش اسالنيش. لازم اخليك تنضرب اليوم. والله ما تعدي غير ينضرب. ما يجوز. شوف السؤال يقول من يتحمل العطش؟ يعني مين بحب مين بتحمل لما يكون عطشان اكثر من الجمل؟ الحصان. اتفضل يا معلم. واحلى تحيه من بلاله. الزرافه. يا زرافه انا احط. ويلا 2. 1 2. وش شنو هذا؟ بديش العب. وجينا الان لنهايه الحلقه. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. ما بعرف هذه اللعبه تغاوزت مع بلال وتامرت معاه ولا شو القصه. يعني اكلته كله انا مش عارف. بس والله لانتقم. عشان انتقم ونعمل جدا تاني من هذه اللعبه
اعطونا اكثر من 1000 لايكس، لا تنسوا تشتركوا بالقناه هون، سبسكرايب زر احمر اضغطوا عليه. بتشكركم كثير يا حبايبتي، لا تسارع على 20000 وان شاء الله على راس السنه نوصل 50000 يا رب. بحبكم كثير وبس.